سائل يقول عليه السلام ورحمه الله ما رأيك في عمل مجلس دائمة ومجلس لمشايخنا لرفع الاستفسارات أثناء الحركات الإسلامية في آخر الأيام بسبب الظروف المتلاحقة ولكم الشرعية؟ أقول هذه أمنية مهمة، لكن ليس الأمر بالتمني، الأمر صعب. كل إنسان يريد أن ينفرد دون الرجوع، وإذا ما يستشير بعد أن يتخذ الموقف هذا باب استخفاف الآخرين، أن تأتي الاستشارة بعد أن أمضى وهبوا أيضا القنابل التي تلقى علينا الآن. وللأسف الشديد هناك فرض التيار الإسلامي أن أي نبيل يعلم أن الإسلاميين مباعون في أي صف، حتى محكمة الدولة، الوزير الجديد صرح أن محكمة الدولة لم تحل ولكن ستخصص لمقاومة الإرهاب. هذه الكلمة كلمة الإرهاب استحل فيها أعراضنا واستحل منا كل حرام بكلمة الإرهاب. هل هناك تعريف محدد للإرهاب؟ ستجد في النهاية أن الإرهاب هو الإسلام. أتتني وثيقة من أمن الدولة، هذه الوثيقة خاصة بي، يقولون فيها إنه مضاد لتحكيم الشريعة ويحرم الحكم غير المذكرة. شيء غريب جدا، وفي حد لا يقول غير المذكرة أخواتنا، يحرم الحكم غير المذكرة ويحرم الأغاني. يحرم الأغاني، شفتوا أنا الهري إيه؟ وبعدين لما مثلت أمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا قال أنت متهم بتكفير اليهود والنصارى. والله هذا حدث، والله ماذا تقول في هذا؟ قلت له أنا أكفرهم هم كفار بعدهم. الله عز وجل هو الذي حكم. تاما جدا جدا لمصر الآن، بارك الله فيكم ونفع بكم أن نرعى، إن الوضع في مصر هذا كان مضطرب اضطرابا كبيرا لا سيما بين المسلمين والنصارى فيما يتعلق بقضيه الوقت كاملة. حرق بعض المساجد، حرق بعض المساجد في حجوان وغيرها، ولا اظن هذا الا من فعل امن الدوله الخارجيه لاثاره الاسلاميين واظهار دورهم في صد الارهاب وحمايه النصارى. لكن ما هو دورنا الحقيقي لهذا هذه الامور؟ ان نترك النصارى المسلمون في الارض بحجه حمايه مطالب الثوره والمصالح والمفاسد، ام نقدم لهم رفضة جماعية يكون العلماء في قادتنا فيها يبصروننا في الصواب والخطا وتوجيه الحماسه في مكانها الصحيح؟ اعتذر الله فيك يا صاحب السؤال، هذا السؤال في غايه الاهميه. انا اقول ادخل على الانترنت على موقع فرسان الاسلام، موقع فرسان الاسلام، ستجد بيانا وتكفيرا من عقيد الشرطه عمر عفيفي، اسمه عمر عفيفي وليس قريبا منه، يحدد في اليوم لقد عقد اجتماع وانتهى لمده 20 دقيقة. هذا الاجتماع تم بين حوالي 42 من ضباط أمن الدولة، ووضعوا خطة لإسقاط وزارة الوزير عصام شرف. هذه الخطة تتلخص في ذات نمط واحد، إحداث الفتن الطائفية بين المسلمين والنصارى، نمرة اثنين قتل بعض الشيوخ في الساحة الذين أيدوا الثورة، نمرة ثلاثة قتل بعض قيادات أمن الدولة كحسن عبد الرحمن، نمرة أربعة قتل بعض ضباط أمن الدولة الذين استخدموا في عمليات قذرة لأن هؤلاء ربما سببوا لهم خطرا، نمرة خمسة عدم الإقامة في منازلنا يعني قدر الامكان، لئلا يتعرضوا لبطش الجيش. عدد الاقامه في منازلهم قدر الامكان، ومنهم من يجهزوا بالهروب من لا سيما من ناحيه الشرق من ناحيه اسرائيل. هذه خطه تعتبر ان اول هذه الخطه هو احداث الفتنه الطائفيه. لو اننا بلغنا الجيش
وجاء الجيش وقام بما قام به بالامس وقمع هؤلاء المعتدين من النصارى. اليس هذا كافيا؟ اما لهم كلما سمعنا ان النصارى خرجوا وهاجوا نخرج نحن ايضا ونهيج ولسنا نحن سلاحا ونتسبب في اغراقه لمدينه. من الذي دفع النصارى المسلحين بالامس؟ الجيش. الجيش وتعامل معهم بنفس سلاحهم. هنا قلنا نقطة نظام، لا زالت جيوب أمن الدولة. أمن الدولة أصلها تقدر تستطيع أن تقنعني أنهم فقدوا دنياهم تماما، لأنهم تعودوا حكم القضية الماضي. متى كم سنة؟ 30 سنة. 30 سنة. تعود فيها هؤلاء على أن يعاملوا الشعب معاملة العبيد كما سمعت. وانت تسعى من الضباط هذه الحقيقه رايتها لما كنت في السجن. جاء مساعد وزير قطاع السجون اللواء ابو جده محمود وردي الوزير السابق الذي سقط من منذ ايام. جاء لزياره مزرعه الكره، كنت انا في مزرعه الكره. اللواءات نفسي طبعا لابس الاثناء فيها بتعشق. مقدم امن الدوله داخل يتكلم معاك بيهتم بعض كانهم اصحاب، كانهما صاحبين من الايه؟ من القنف، كانهما صاحبان من القنف. يعني وبتسمع من حلقات التلفزيون اللي ممكن اللي هو انا رايته هذا في عيني. عميد في كمين على باب الجامعه اوقفني ثم قال يا باشا، فجاء رجل ما يغلب على ظني انه نقيب. ففحص رخصي ثم اعطاها للايه؟ للعميد ومشي. فالعميد قال له يا باشا امشينا ما مشيناش. فجاه يا شيخ الرخصه البطاقه الشخصيه بتاعتك دي ما تنفعش، توعدني كنت مغيرها. قلت له عيلك ان انا غيرها، انت بتفضل. والعميد واقف وانا لا يحلف بسكينه. فامن الدوله الان فقد مستقبلها. بالاضافه الى الحزب الوطني بدع الدوله ممكن فيها فن فزاد سلطان. فهم يريدون الان الالتفاف على الفرد. ينبغي ان نمكنهم، ما نقولش بقى ايه؟ واحنا مستضعفين يعني انا اتركهم يا اخي روح للجهاد. ما نقولش بقى ايه؟ واحنا مستضعفين يعني انا اتركهم يا اخي روح للجهاد حاكمه. ان لم تصدق الجهه الحاكمه يبقى صدق. ان لم تصدق الجهه الحاكمه يبقى صدق. لكن والله يا اخوان يعني رئيس وزراء كالمهندس عصام شعبان يستحق منا ان نحافظ عليه وان نمكنهم من اسقاط وزارتهم. هذا الرجل الذي قالوا دي علامه فارقه من علامات غير الدافع عنده من الاخلاقيات وعنده قدر من الدين ما كان موجودا عند السابقين ابدا. وعنده حرص على القضايا الوطنيه ينبغي عليه ان نفوت الفرصه على هؤلاء. طلعوا لما تقرروا اتصل بالبيت على طول. انت تشوف التلفزيون المطار المركزيه الشرطه العسكريه مش كده؟ الطوارئ. سجل هذه الارقام معك. إذا رأيت شيئا من هذا اتصل على طول. اتصل على طول بتاعت الشرطة العسكرية ولاية الجيش وتعامل مع مدير المصرف معهم تبي نقطة نظر. وأجب مطالبك الآن. نحن نريد أن نعيد المجتمع إلى حالة الاستقرار كي تدور عجلة الإنتاج المشكلة بدلا من الفوضى دي الموجودة دي. موقفة كل شيء، مكبدة كل شيء في المجتمع. وأنا من هذا المكان أطالب إخواني في مجال التحرير بأن يكفوا عن الاعتصام الآن. أعلم أن هناك بعض الأمور التي تشكك في أن المجرمين ما زالوا يسعون لقيادة البلد مرة أخرى ربما لتقصير من القوات المسلحة، لكن لماذا تعتبر هذا تقصيرا؟ يعني اعتبر أن هذه الأمور تأتي على تدريب. واحد يقول طيب أنت يعني إيش ضمن؟ ما فيش ضمان غير ان احنا نرجع الى الله عز وجل. ولان احنا وقوفنا هكذا دائما سيؤدي الى سقوط البلد، وهذا يعطي فرصه لاشاعه الفوضى. فانا اقول لسيادتك مره ثانيه يا جماعه لا تتصوروا اننا في دوله نحكم فيها بالاسلام. كان ساذكر لكم في مره سابقه اقوال الكثير من الفقهاء، يعني ممكن ان تحضر 25 30 كتاب من الفقه
لنعرف اين نحن الان. فما دام الامر كذلك وانت اصلا كمان الباع ما يصعبش اطلاقا يا اخوانا ان الناس يجدون دائما نحن الذين نشيع الاضطرابات ونقف عند المحكمه بكمين اشكالها. هل وقوفك هناك سيؤثر على قرار المحكمه؟ طيب معلش توقف احتجاجيه ماشي منصرف، لكن تذهب الى هناك وتنام اعتصام، واحد يذهب عند السفاره الامريكيه للاتفاق على المؤتمر على الرحمن واعتصم هناك، البلد كلها اعتصامات هتخرج. ستخرج البلد. انتظر. واحد يقول لك اديني فرصه اخد نفسي. رئيس الوزراء قال للجماعه اللي كانوا واقفين عند المحكمه بالامس، يا جماعه بس انا اعد بس اديني فرصه اخد نفسي. الراجل بيحاول ان هو يسعى ان هو يجلس مع قيادات الحركه الاسلاميه، ده توجه يا اخوانا توجه عظيم جدا ما كان موجودا سابقا. لنحافظ على هذه المكتسبات وننطلق منها الى المكتسبات الاخرى نسال الله السلامه وان يسلم بلدنا وان ينفر بما يريد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده طبعا اتمنى على مصر في هذه الاونه انفتاح في دروس العلم وظهور اهل العلم الذين يشهدون الحق وقد منع منه اعوام في عهد النظام الجاهل. وبدات الدعوه لتحكيم الشريعه تنتشر على الملابس وفي الدروس، ولكن ما احوجنا لورود كلمه اخرى غابت عن الامه كثيرا ليس في مصر فحسب، الا وهي كلمه الجهاد. ولا ادري ما يحدث في الدوله الاسلاميه الان الا تمهيدا من الله عز وجل لهذه الامه لفتح الباب لهم غدا او بعد غد، ولكن هذا الغد ياتي قريبا والله اعلم. فهل شرحت منا كتاب الجهاد يا هل أنت رأيت شريعة الرب عز وجل مطبقة للآن؟ أنا على ثقة أو يغلب على ظني أننا نحن التيار الإسلامي بالذات سنعود إلى ما كنا عليه في العهود السابقة قبل عهد الطغيان. كل واحد طبق في دماغه فكرة عايز مش الناس عليها عادة ويعني طبق الشريعة إن شاء الله وسمعت الكلمة على المنابر. طيب يا مصطفى في الشارع هل رايتها مطبقه؟ كذلك انا لازم الفرصه لاقول هذه اللافتات التي توزع في مصر الان يريدها الدينيه ولا تريدها المدنيه؟ نحكم فيها نحن والنصارى بشريعه الاسلام. طب انت تعلم ان ابا حنيفه قال في هذا في ضريبه من اهل الله. لماذا اذا في المسائل الخلافيه تريد ان تلزم الناس بما ترجح لديك؟ فان جابوك فاحكم بينهم الدين او اعرض عنك ان جابوك. فلازم اقول كذلك هناك الفقهاء قال بهذا. لماذا لا تحمل الناس لماذا تحمل الناس على مذهبك؟ يعني بالفعل في مدرسه الراي الواحد احنا كمسلمين نهجنا هذا المنهج، منهج مدرسه الراي الواحد. اي قرض يترجح لدينا نريد ان نرفعه على أسنة الدماء واهل السنه والجماعه وما الى ذلك. جبتك مين؟ انت لماذا لم ترفع هذه الكتاب في الماء؟ مساله كتاب. طيب مساله يا اخوانا محتاجه كنت كبير ومضني. انت متصور ده وزير الخارجيه الفرنسي جاء واجتمع مع الكبار ليؤكد على التطرف. سمعتوه؟ واجتمع مع لجنه من شباب الثوره في مدينه تعز. التي تملك بها ردين فعل، رد الفعل الاولاني ان المجلس العسكري اصدر بيانا امرا بازاله جميع هذه اللافتات. نمره اثنين حمل على الفيسبوك من الشباب من شباب الفيسبوك يقولون يريدون ان نريدها دوله مدنيه ولا نريدها دوله مدنيه. الامور ان لم تمشي على التدريج سنصل الى ما وصلنا اليه سابقا وسيوضع ما يوضع في السجون. وقد نصحنا مرارا واحد من هؤلاء بعد ان قضى طيله حياته في السجن لما خرج انا عايش معاه قصدي عشان اشكر اشكالي بعد ايه بعد كل المشروع وخسرت حياتك وخسرنا مجهوداتك تشكرني على ايه؟ فابدا من حيث انتهى الاخرون ان صممت على ان تبدا الطريقه من اوله فستتجرع الكاس حتى السماء ومن لم يعتذر صار عبره عبره لغيره. لا تتصور ان دوله الاسلام قامت الان عشان تقول لي حدث الناس عن الجهاد، جهاد ايه وبتاع ايه؟ ده انت طيب لا تستطيع ان تبر والديك وانت تعلم ان بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. كل الناس اللي بتقول المجاهد في سبيل الله تفقدوا في مساله بر الوالدين.
وأمام الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: دين الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدت إلى زلام. يلا بعد الأسئلة عن الحاكمية وعلى ما كنا عليه في الماضي من فوضى، وكل إنسان تضرب في دماغه فكرة يريد أن ينفذها، سنصل إلى ما وصلنا إليه في الماضي. نحن لم نستطع أن نتعلم من شباب الفيسبوك، لما تسمع أنت الكلمة دي أنا عارف إنك بتضحك، لكن عندك النظام الذي عندهم. ولا التربية القويمة والأخلاق الحسنة التي عندهم. للأسف الشديد. ولا ها؟ ما انا ما عارف، بس انا اريد انا بكلم الكلام ده ليه؟ انا دايما امامي كلمه الحسن البصري. ما رايت مسلما الا شعرت ان له فضلا علي. نحاول يا اخي نستفيد من الاخرين. لا اريد ابدا ان اصاب بالكبر الذي اصابني في الماضي وجد قدم تحيه صرت ابا بكر الصديق عمر بن الخطاب وانظر الى الناس نظره استعماليه حتى يقال مثلا يا شيخ في واحد جاهل. واحد جاهل. كيف عرفت ان المجاهدين ولا تخرجش من تحت تحتاج الى ان لا نحن مظلوم. واحد ثاني اصبح من عام الناس اللي بيقول واحد من العوام وقال له خلاص يكون تحت تاخد بالك تحت النقابه. لكن لو جيت تساله تجد ان الرجل العميل هذا ربما يضع مالك في البنك لانه يعتقد ان البنوك حلال والعلماء اللي في البلد المشهورون بالعلم أفتوه بها. لكن هذا الرجل أيضا من التقوى والاجتناع عن الحرام وأداء الحقوق عن الحرام وأداء الحقوق والوفاء بالعهود ما ليس عندنا. الشريعة دي كم؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فأين أنا مش عارف أن اقتراح الصلاة غريب جدا أن احنا نضرب الصلاة والناس يحتاجون إلى هذا وهي فرض عين الكلام عن الجهاد ولا خلاص الدعوة على كل نام يعني معناها دولة الإسلام قامت. لا، الأمر يحتاج إخواننا إلى جهد كبير وعرض حسن بشريعة الرب عز وجل، لأن كثيرا من الناس كرهوا تطبيق الإسلام كرها فينا وفي تصرفاتنا يظنون أن ما نعمله هو الإسلام. لا والله، الإسلام لا، الدين المؤسس على حسن الخلق، وسيأتي مزيد بيان هذا ان شاء الله. وهو الذي يجب ان نعرف صحبه الكامل تجاه النصارى ولعله تنام الى علمك انهم قاموا باحراق بعض المساجد فما هو الموقف ولكم الاخوان الكرام. اقول لك المفترض اننا نعاهد الى الله عز وجل والى دينه. فلو اننا صبرنا كما صبر رسولنا صلى الله عليه وسلم لقد ضرب صلى الله عليه وسلم هو اشرف المسجد عليه الصلاه والسلام ضرب وخنق والقي عليه سند يزور فضرب حتى اغشي عليه كما ثبت عند ابي يعلى من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان يقول اللهم اغفر لقومي هم مين؟ ابو لهب وابو جهل وابو ظالم كل دول وعمر بن ربيعه وشيبه بن ربيعه كل دول ائمه الكفر اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. معي ملك الجبال اتحب ان يغلق عليهم الاخشبين؟ قال لا، عسى الله ان يبعث منهم من ايه؟ من يعود او يعينه مبارك. احنا قلنا في مقام دعوه انسى القوانين التي تطبق في الدوله الاسلاميه وخليك واقعي. خليك واقعي. انسى هذا القانون. انت الان في مقام دعوه. عليك ان تعامل الجميع بالحكمه والموعظه الحسنه. واذكر لك حديثا رواه البخاري عن عائشه رضي الله عنها. ان ناسا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه. دوله الاسلام وقبلت. فقال السلام عليك. قالت عائشه فكبنتها. السامع عن الموت. قالت عائشة رضي الله عنها فكلمتها فقلت بل أنتم عليكم السام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق.
يعني كفونا رسول الله لعب في الدنيا والاخره مش كده؟ يعيش عليك بالبيت واياك والعمر. فقلت رسول الله الم تسمع ما قال؟ قال السلام عليك. قال ولكن لم تسمع ما قلت. قلت عليك. يعني ان كانوا يقولون لي انت ستموت والموت عليك حق وعليك حق. ان كانوا يقولون علي بالموت فقد دعوت عليه بالموت غير انه يستجاب لي فيه ولا يستجاب له فيه. والدين مسألة. لكن النهارده لو واحد شوف واحد تعرض للشيخ بكلمه واحده صحيح. شفت السباب اللي نزل على دماغه وما يغلبوه والحكم بالتكفير وما الى ذلك. ماذا لو ان هذا الرجل نظرنا عليه بالحسنى؟ كنت احضر مجلس الدكتور محمد عبد المنعم القيعي رحمه الله استاذ الاصول اصول الفقه في مشيئه البيت. كان الشيخ يعني قال كلمه اثرت فيه. قال لو ان رجلا هاجم الاسلام فضربته بطوبه او بمطواق قرن غزال هل تكون رصدت الاسلام؟ لا. تكون بهذه الفعله قتلت الاسلام. كيف تنصر الاسلام؟ الحكم والبرهان. هذا كلام ابي محمد بن حزم رحمه الله. كيف تنصر الاسلام؟ الحكم والبرهان. هذا كلام ابي محمد بن حزم رحمه الله. انت قوله تعالى ولا يطغون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. قال ولا غيظ اغيظ على الكفار والمبطلين من هتك اقوالهم بالحجه الصادعه. وقد تغلب العساكر الكبار. السيف لنا مره وعلينا اخرى. وليست الحجه الصحيحه كذلك. بل هي لنا ابدا دامغه لقوم المخالفين ابدا. فلماذا؟ وانا يعني لا اعرف حقيقه ما جرى في الصين ولكن ما اعرفه ان المسلمين يعني يصممون على عدم عرض هؤلاء الى مساكنهم مره اخرى والى كنيستهم. انا لا اعرف حقيقه الاحداث، لكن امامي حديثان. الحديث الاول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيره 40 عاما. وهذا البخاري. والحديث الثاني ما رواه ابو داود عن صفوان بن سليم عن بعض ابناء الصحابه عن طائفه من الصحابه رضي الله عنهم والاسلام صحيح يمكنك ان تراجعه في سير الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: او انتقصه الحق او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فانا حديده يوم القيامه. واحد هيبقى صدق مش عارف الناس دول نقض العهود وما الى ذلك. انا قلت لك هذا كان في الماضي يطلب الصفحة وقلبت الصفحة. من الذي جبره ومن الذي جعله هكذا ومن الذي كان يحايش بينه وبين المسلمين ومن الذي جعل قصر ذلك داخل الجامع؟ النظام السابق انه كان يقوم على قائلة فرد اكتسب ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منه فجعلنا شيعا محسن. في النهايه يا اخواننا ستجد جنود الحزب الوطني وجنود امن الدوله سنجدهم امامنا. ماذا لو تعلمنا بالصبر والحكمه والموعظه الحسنه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان رغيبا في هذا الباب صلوات الله وسلامه عليه. حتى يمكن من عوده النظام اولا ثم بعد ذلك ننظر في المساله ولكل حديثه حديث ولكل مقال مقال. كنا بالامس في مظاهره في حاجه في شيء مختلف. كنا بالامس في مظاهره امام مجلس الشعب ولم يكن معنا قياده مشايخنا الكبار واختلف الاخوه وكادوا ان يقتتلوا يريد كلمه عن كتب من الخلاف واحترام الاخرين. انا لا ادري عن اي شيء او في اي شيء اختلفوا حتى نتكلم عن امد الخلاف. لكن انت تقول لم يكن مشايخنا معنا. حاجه غريبه جدا. الملاحظه ان الناس تطلب من المشايخ ان يفعلوا كل شيء.
وقال يكلمهم عن نصرة الدين، لكن لم يحصل بطل قدامهم لا ينصرون الدين ويرفعون الباطل بالحق والحكمة والموعظة الحسنة. إن أرادوا أن يؤلفوا أحزابا يريدوا منا أن يريدون منا أن ندخل في هذه الأحزاب. إن أرادت امرأة ليس لها ولي أن تتزوج امرأة النبي الشيخ هو الولي. ما يستطيعش الشيخ إخواننا أن يكون في هذه الأمور، ومن أدرك أن الخروج إلى المظاهرات وافق عليه المشايخ، من قال هذا؟ كانت وقفة. الشيخ لما قعد الشيخ محمد عبد السلام في الحديث بالله عن وقفة أمام المحكمة، وقفة وليس اعتصاما. يا جماعة أنا أريد أن أقول مرة أخرى، إذا انكشف المستور فستتعجب من هذا المستور الذي صدره الله عز وجل على عامة الناس رحمة بالأمة. وكمل مرة ثانية، لا تقل الشيخ فلان والشيخ، تتعجب من هذا المستور الذي صدره الله عز وجل على عامة الناس رحمة بالأمة. وكمل مرة ثانية، لا تقل الشيخ فلان والشيخ علان. هذه البنود يحاربها الأمن، وأحد المشايخ اتصل به الأمن، ضباط من أمن الدولة، تعرف على صوت واحد من يا شيخ دي الفرصة ان احنا نطالب بتطبيق الحدود، اقامة الحدود. دي الفرصة، انا قلت لك ان اتاري واحد من هؤلاء. مفيش داعي بقى. لكن كل واحد من الان بيحارب بيحاول ان يسخن الشيخ. يسخن الشيخ علشان ايه؟ يطالب بالحدود، يطالب بإقامة الشريعة، و لا للدولة البلدية، نعم للدولة الدينية، طب ما المسألة دي محتاجة إلى تحرك دعك، محتاجة إلى تدرب، ونحن هنقوم الآن نجاهد زي ما الأخ عايز، تعالى نتكلم ده عشان نقوم نجاهد على طول دلوقتي. الإخوة الذين يريدون أن يحتكوا بالنصارى وأن يخرجوا من مسجد النور بعد صلاة الجمعة إلى هناك، هؤلاء الإخوة أناشدهم ألا يفعلوا مثل هذا. أناشد هؤلاء ألا يفعلوا مثل هذا. يا إخواننا لا تجبرونا على أن نعتزل الناس. أنا أقولها صريحة. أنا متردد بين لحظة أخرى في هذا. لا تجبرونا على أن نعتزل الناس والعمل الإسلامي وأن نقبل على قصتنا كما كنا. بعض يتصور يقول لك الكلام خرجت من الحدود، أبدا. ما كنا حيطان بفضل الله عز وجل، وما انتهتنا فرصة. بل أنا بين أمرين، والله عيني على هذا وهو ذاك. يعني لا تدفعونا إلى هذا. دعكم من التخبطات. دعكم من التخبطات. راجعوا المشايخ قبل أن تقبلوا على هذا الأمر. أما كفاك تصرف الجيش بالأمس؟ أما في ناس هتروح تصلي في التصريح دلوقتي من شباب الثوره هتروحهم يعني ايه علشان ما يقولوش ان في فتنه ما بين كده وما بين كده، لو في ناس هتخرج هيخرجوا من المسلمين والمسيحيين مش المسيحيين بس. وناشد التيار الاسلامي الا يشارك في هذا الامر وان يهدا قليلا. والله ستردوننا الى ما كنا عليه من قبل. الشيخ لو اكتشف الناس كلها فعلا هيشوف ما تسمحش تتكلم فانت تقول الجيش ضرب الناس في ميدان التحرير هيعمل ايه طيب؟ العجله انا خلاص العجله كل واحد ضرب يضاقي في دماغه فين ويخرج يعمل مسيره بيعبصر وستشيع الفوضى يا اخوانا ستشيع الفوضى لحكومه اقتصاديه طاحنه. أرجو من شباب التيار الإسلامي ومن التيار الإسلامي عموما أن يهدموا كثيرا مش ليس قليلا، وأرجو منهم أن يتركوا الفرصة للآخرين، أرجو هذا. أرجو هذا وناشدهم ألا تفعلوا ما تريدون فعله في يوم القيامة. إذا كان من الواجب من الالتفات والنظر
ان يحكم حد يحكم فينا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من واجب العلماء ان يختاروا من بينهم من هو اهل لهذا الامر ويرشحوه حتى نجد من يجب علينا اختياره. انت تعلم يا اخي الاستاذ، هل انت تظن ان التيار الاسلامي بمجرد ان يرشح واحدا سيتخذه الناس؟ انت لا تدري حقيقه امرك في الشارع، انت مطلوب في الشارع. فرغياتك هذه ترجع الى جهل الناس بالدين الحقيقي، وترجع الى انتساء خطوفنا وانتساء حقنا لهذا الاسلام. يعني جانب كبير من هذا رجع اليه. والله انا ارى من بين فصائل التيار الاسلامي من يتعامل بطريقه ابشع من الطريقه التي كان يتعامل بها اهل الجاهليه. طبعا الكلام ده ليس في الاخر، لك ان تتصور انني ما دمت يعني وضعت في خدمه المشايخ فلا بد انني عرضه للسؤال والمشاكل والتحكيم وما الى ذلك. والله ارى ظهورا عجبا من التيار الاسلامي ما اراه من الاخرين. انت عارف ان الناس الاخرين دول لو حكموك في مساله بين طرفين، اشكال بين طرفين، سالتزم بهذا الامر وكان على رقبتك. ليه؟ راجل ما يحكمك راجل يعني ايه؟ لكن من الممكن ان تنفق وقتا طويلا في التحكيم بين الطرفين، الكل يدعي وقتا لديلا، وفي النهايه تفاجئ ان الحكم او ان الطرف الذي صدر ضده الحكم يصرف هذا الحكم الكليه وللطرف الاخر. بل ان وحيدا كان على وشك ان يسجن من طريق اشقائي وشك القاتل. حكمت له في اول الامر وجعلني الله عز وجل سببا لنجاته من السجن. فلما جاء الدور عليه لنحكم ضده شهد علي في قضيه متعلقه بهذه المشكله، قضيه كيان الامان. اتصل بها اخي الارمد ومعاه عميد من الحقوق في ذلك الوقت، عميد من الحقوق عمال يشد شعره ويقول انت هذه جنحه، لكن الجنحه ان كانت الموظف العام تمسك الشرف او الامانه ستعزل من وظيفته. ستعزل من وظيفته، شوف المساله ممكن تصل الى ايه؟ وانا ما كنت امانة ولا شيء، لكن اريد ان اقول ان احنا ساء حملنا لهذا الدين. فينبغي علينا اولا ان نعيد هذا الدين في صورته الصحيحه الى الناس. وانت ان رشحت واحدا فلن ينتقل معك. ادخل على فيسبوك وكلم الناس في الطرقات والمناشي، لا سيما اذا لم تكن ملتحيا، لانك لو كنت ملتحيا ربما ما تقول. لكن كده ليش الناس يقول لك لا مش هتقول.